انا هقول نقطه السويد دي. السويد فانا وانا في السويد عشان هعمل تتابع وسعدلي كان جنب عايش معانا عايش هو حاسس بينا كلنا فجالي درجه حراره 40 فاكر انت؟ طبعا جالي حراره تعبان كنت بموت اما النادي الاهلي يطلب مني حاجه ما لهاش حل انا هنزل نازل ونزلت سبق وكملت التتابع وكان قصه بقى مع بعض بيجري انت تجري جنبه يا باشمهندس كان خايف عليا ما هو ممكن يغرق مننا يا واخد بالك عيان فعلا تعبان انت عارف ارتباطي بالسباحه لدرجه ان انا مثلا ما يكونوا عايزين لعيب من زمان حتى مش الكوره بس كانوا يسلطوني اروح انت فاكر جبر اسمه ايه؟ علاء جبر علاء جبر في المعادي كان في المعادي روح كلم المعادي برضه عشان ما حدش يحس بحاجه واروح اخلص وعلى فكره ولعب عندنا دوري بقى ده كل حاجه جبناه ولعب في النادي الاهلي كمان طبعا السباحه كنت مرتبط بيهم ويعني طبعا الكوره وتنس حاجات كتيره والالعاب التانيه السباحه دي قصه غريبه جدا فالحقيقه هو تاريخ عشان كده بقول لك ان انا لما اتكرم ومعايا او انا مع محرم الراغب ده حاجه تتويج لمشوار انا بالنسبه لي 58 سنه هو بالنسبه له حاجه و60 سنه اكتر مني 10 سنين يمكن منطقي لا سباحة ان انا افرح ان 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 قيمه كبيره جدا محرم الراغب ده يا جماعه قيمه إن كبيره شايف جدا ان النادي شايفك مش انا بس شايف كل واحد بيتعب فيه واللي ما اتكرمش النهارده انا عارف اصل عشقنا انا وعدي عشقنا النادي الاهلي ده حاجه قصه انا ما كنتش يعني ما اعرفش البيت بتاعي غير اروح اكل وانام وانزل على تطلع تقعد فين انزل لاني بصحى الصبح كام بصحى الساعه 6 الصبح لغايه دلوقتي 6 الصبح انزل على تمرين النادي الاهلي ما هو الميه ما هو عشان الاعضاء بيبتدوا الساعه 10 فلازم تكونوا مخلصين السباحه الساعه 6 اتمرن 3 ساعات او ده وارجع تاني انام عشان انزل للمرحله التانيه بقى دي قصه جامده.